راجع ليه وبعد ايه؟ لا ذكرى حلوة سبتها لي ولا حتى غنوة قلتها لي، وكفاية اشرح غلبي كفاية، ما هو انت عارف كل الحكاية. راجع ليه، هذه الاغنية الاولى. والاغنية الثانية حمودة يا حمودة، والفنانة التونسية زينة التونسية. Thank you.
حاجة ما تزيدش حرف، مش عايزة منك رحمة وعطف. ما تقولش حاجة ما تزيدش حرف، مش عايزة منك رحمة وعطف.
حمودة حمودة يا جري دبار عليا يا أمي، يا جري دبار عليا الناس بقت رجودة رجودة، وأنا نوم حرم عليا يا أمي، وأنا نوم حرم عليا. حمودة حمودة يا جري دبار
لا نوم يا حرام معاك.